السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وحضراتكم بخير وعيد سعيد علينا وعليكم إن شاء الله. كلنا فاكرين ديب سيمبا اللي احنا لقيناه في الجبل وأنقذناه، بسم الله ما شاء الله بقى ديب بجد. قلت نصيحة ساعتها يا جماعة، محدش يموت المخلوقات دي في منتهى الجمال، وقربت إن هي تختفي من كتر ما مزارع يشوف شوية ديابة في البحر بتاعهم يقتلهم. مفيش أي سبب يخليك تعمل كده، بالعكس احنا بنتعلم حاجات زي التجربة اللي احنا هنشوفها دلوقتي. هنشوف فعلا الديابة بتخاف، أو الحيوانات الشرسة عامة بتخاف من النار ولا لأ. في الأفلام وفي المسلسلات وشفنا حتى في ملايين الفيديوهات ان الديابة او الحيوانات عامة الشرسة بتخاف من النار، فانا قررت النهاردة ان انا اعمل التجربة دي واشوف فعلا هل الحيوانات دي فعلا بتخاف من النار ولا ده كلام فاضي. الحاجات دي كلها اشاعات. النار لما نولع نار زي كده الوقت هنولع نار ونشوف، هنولع نار زي كده ونشوف هل الديابة هتخاف من النار ولا لا، او الحيوانات الشرسة هتخاف من النار ولا لا. علشان لو انت رحت مكان في جبل او رحت مكان في ديابة، هل فعلا النار بتبعد الحيوانات الشرسة عنك ولا هي بتجيبها وتخليها تاكلك؟ تعالوا نتابع ونشوف. سيمبا بذمتك ده مخلوق حد يقتله؟ يعني ده مخلوق تموته؟ بتموته ليه اصلا؟ بكره ان شاء الله او اقصاها بعد بكره هنعمل فيديو اطلاق سراح الديب وهنسيبه بس. سيمبا دلوقتي احنا في الضلمه والدنيا زي ما انتم شايفين دي الاضاءه بتاعت الكاميرا، فتعالوا نجرب ونشوف. احنا جبنا البوتاجاز ده، انا راجل دلوقتي تايه في الصحراء، متاكد ومطمن ان النار هتحميني من الحيوانات المفترسه وبتخاف من النار والحاجات دي. لما ولعنا من شويه انا ما لحقتش حتى اولع الخشبه اللي كانت في ايدي، لان الديب راح يشم في النار وانا بولع فيها في الارض، فالموضوع كان بالنسبه له مش خايف من النار. فقلت بقى استنى لحد ما تيجي الدنيا ليل واشوف هل فعلا بالليل الحيوانات الشرسه دي بتخاف من النار ولا لا. تعالوا نجرب ونشوف التجربة دي هتنفع ولا الكلام ده كلام فاضي. تعالوا نولع نار ونشوف الديب هل فعلا هيخاف من النار ولا لا، علشان بكرة زي ما قلت لك اخر يوم واحتمال نطلق سراح الديب في الصحراء. تعالوا نتابع ونشوف بسرعة. لو انت في صحراء ما تطمنش او قلبك يبقى جامد ان انا معايا نار، يعني مفيش حاجة تقدر تقرب مني. يلا بينا. بص، في العادي الطبق فيه اكل، تمام؟ فالديب كده عمال يقرب اهو، عايز ياكل، مش خايف من اي شيء. فانا راجل دلوقتي في صحراء وولع مثلا النار اهو، وهشوف هل الديب هيخاف من النار ويهرب. احنا بالنهار ما حصلش حاجه، بص الطبق ده فيه اكل والديب بيجاهر عامل المستحيل علشان خاطر ايه؟ ياكل. تمام، ادي الديب وادي النار. يعني انت بالليل بالنهار مفيش حاجه اسمها حمايه ولا النار هتحميك من الحيوانات المفترسه. بص بص بص، ادي الديب وادي النار. خلينا نعلي النار شويه اهو اهو. فين بقى الحيوانات اللي بتخاف من النار؟ فين بقى الحيوانات المفترسه اللي بتخاف من النار؟ ادي النار ادي النار ادي النار وادي الديب. مفيش حاجه اسمها حيوانات مفترسه بتخاف، مفيش حاجة اسمها حيوانات مفترسة، مفيش حاجة اسمها حيوانات مفترسة بتخاف من النار. دي معلومة وأنا قلتها، واللي يطلع يكذبني
انا بعمل التجربه قدامك، ده حيوان مفترس وادي النار مولعه. ناس كتير بتروح الصحراء بتقول لك لو ولعت نار مفيش حاجه هتيجي ناحيتي، اديك شفت قدام عينك ديب صغير مش خايف من النار وهاجم على الاكل وبياكل، فانت بالنسبه له الاكل هيهجم عليك وياكلك. لو استفدت حاجه من الفيديو ده دوس على لايك وشير الفيديو وانشره في كل حته، عشان بس في ناس بتروح الصحراء وهي مطمنه ان هي مولعه نار، الديب بياكل والحاجات المفترسه بتقرب من اي مكان. السلام عليكم.